بس الويسكي مفيش حد في مصر ما بيشربوش. والله؟ بابا قبل ما يتوفى بكام شهر سألني، قال لي ايه اخبار الصلاة معاك؟ فقلت له مش بصلي. فقال لي ليه يا حبيبي؟ قلت له عشان بشرب. زمان شربت حشيش؟ لا 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 خمره، لا ما بحبش ابدا. ما رحتش المنطقه دي. لا يمنع ان في اي مناسبه واحب اشرب، احب اخد 3 كاسات على الاقل كل ليله. اوقات لكن ما يعني ما اشربش في وقت انا عندي فيه شغل. Thank you.